إيمان حماد بعت سؤال جميل جدا جدا، هيفتح علينا موضوع كبير. دكتور حسام، أنا تعبانة جدا، جسمي كله بيوجعني والمفاصل، وخصوصا من بعد صلاة المغرب وجع رهيب، أعمل إيه؟ يا إيمان طبعا هتروحي تكشفي. طبعا عندنا احتمالين كبار، قد يكون مرض مناعي، تسمعوا على حاجة اسمها روماتويد، تسمعوا على حاجة اسمها، أنا ما بقولكيش إن عندك روماتويد، أوعي تفتكري كده، أنا بقول بتسمعوا على الروماتويد وعلى الذئبة وعلى الأمراض المماثلة اللي هي أمراض مناعة، بتدي صورة زيتي، خاصة المفاصل، وجع المفاصل ده مهم أوي. تخيلي يا إيمان يا حماد، أنت جايز جدا تطلع حالة نفسية. عندنا مرض اسمه فايبرومايالجيا، الفايبرومايالجيا ده بيوجع الجسم كله كله، تمام؟ ويطلع مفيش حاجة. هو مناعي بس نفسي، يعني علاجك هيبقى حاجة من اتنين، يا إما عند أستاذ مناعة يا إما عند أستاذ أمراض نفسية عشان هذه الأوجاع. حكاية بعد المغرب جميع الأمراض بالليل أسوأ من الصبح، جميع الأمراض بالليل أسوأ من الصبح. عارفة اللي عنده أنفلونزا الصبح يبقى كويس مش بطال، اللي عنده تيفود الصبح مش بطال، اللي عنده التهاب كبدي وبائي فيروس ايه الصبح مش الليل يفضح المرضى. عايزة تعرفي ليه يا إيمان حماد؟ قصة جميلة جدا جدا، هتقومي تسجدي والله، تقولي سبحانك الله يا رب. في هرمون في جسمنا اسمه كورتيزون، طبعا سمعتي عليه. على فكرة يا اخوان، الكورتيزون دواء زي بنت حلوة جدا زي القمر وغنية جدا وبنت ناس جدا وسكنة في احسن حتة وابوها احسن واحد في الدنيا وسمعتها وحشة. الكورتيزون كده من احسن الادوية اللي ربنا عملها لكن سمعته وحشة. مين اللي عمل سمعته وحشة؟ انتوا اللي خليت سمعته. ده انا اجي اكتب يقول لي العيان، يقول لي اوعى يكون كورتيزون. اقول له طب حضرتك تعرف ايه عن الكورتيزون؟ يقول لي ده وحش جدا. اقول له تعرف ايه عن الكورتيزون؟ كورتيزون انقص حياة ملايين ملايين بس سمعته وحش. تمام؟ الكورتيزون اللي انت سمعت عنه يا ايمان، الكورتيزون بتاعنا بقى، مش دواء، ده بتاعنا احنا، ربنا بيطلعه من غدة فوق الكلية. لو قسناه هنلاقي بيتغير يتغير 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 صبح مع ليل، سبحانك الله يا رب. وكأن الكورتيزون ربنا عامله عشان اعرف اشتغل، يبدأ مع اول شعاع شمس، يبتدي يعلى 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 لحد العصر كده، وقبل المغرب يبتدي ينزل ينزل ينزل، بالليل مفيش او مش مفيش كورتيزون قليل جدا في جسم، له رزق سبحان الله. حتى العلماء قالوا ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ما هي الشمس، لا علاقة بالشمس، الشمس طلعت الكورتيزون يطلع عشان اشتغل، الشمس غربت الكورتيزون ينزل عشان حنام، تمام؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ فقال له ايوه، الشمس بتطلع بتخش جوه العين حتى لو انت مغمض، بتخش على العصب البصري، ومن العصب البصري على الغدة النخامية، ومن الغدة النخامية تطلع مادة تطلع كورتيزون. كلام عاقل ومقبول جدا جدا، العين اول ما بتشوف الضوء بتعمل حركة دي. متأسف متأسف. لماذا؟ جابوا ناس عينهم الاثنين مقلوعة، شالولهم، مش شالولهم عشان يعملوا تجربة، ناس العينين مش موجود، عملوا عليهم دراسة، نفس الرزم بتاع الكورتيزون هو هو. يبقى نظرية العين مش صح. احد النظريات، واحد يعني جبار يعني، قال الجلد بيشوف الضوء، الجلد اول ما الضوء يطلع الجلد يشوفه يطلع لك الكورتيزون. في الكورتيزون ده سر من اسرار الله سبحانك الله. واللي ما عندوش كورتيزون ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يمشي، يعني ساعات يحصل يعني ضمور،
او نسف للغده اللي بتطلع الكورتيزون. تعال بص على العيان. والله ما يقدر يقوم السرير، ما يقدرش يقوم. ليه؟ لان الصوديوم بيوطى والبوتاسيوم بيعلى، وبتحصل مشاكل كتيره جدا من نقص الكورتيزون. ادي الكورتيزون اللي احنا سوقنا سمعته، ياما انقذ حياه ناس. اي نعم، اي نعم له مشاكله طبعا زي اي دواء. هو انا مدي عيان اسبرين ملوش مشاكله؟ انما الكورتيزون هتقول لي مشاكله اكتر شويه، ماشي، لكن قول لي واحد زارع كله ازاي تحافظ عليه غير بالكورتيزون؟ الكورتيزون هو اهم دواء في تثبيط، تثبيط يعني تهبيط، يعني ما تشتغلش الجهاز المناعي. فلو الجهاز المناعي نشط، الكورتيزون رائع في انه ايه، اسكت يا جدع مش وقته، زي عينين الروماتويد، زي عينين الذئبة. فانت يا ايمان قد تكون طبعا بعد صلاة المغرب الاوجاع بتاعها ده احنا اتفقنا ليه، لان جسمك خالي من الكورتيزون او الكورتيزون واطي في الوقت ده. لكن انت تكشفي عند اتنين، الاولاني استاذ مناعة، قولي انا عندي حاجة، والتحليلات الروماتويد والذئبة سهلة جدا جدا جدا. قال لك انت ما عندكيش اي مشكله مناعيه، اجري على دكتور امراض نفسيه، عشان هيبقى اللي هو بيقول فايبرومالجيا، اللي هي اوجاع شديده جدا لكن ما لهاش اصل في الجسم.